انا راح اكون معكم عشان احكي لكم عن الذكاء الاصطناعي او الاي Artificial Intelligence، ونشوف كيف هذا العالم الكثير ضخم حاليا في العلوم عم بغير حياتي وحياتك للأبد. رح نبلش نبدأ. Next. أول شغلة رح نحكي فيها What is AI؟ تمام؟ وشو هو الذكاء الاصطناعي؟ بنقدر نشوف الذكاء الاصطناعي واحي وتعريفات هائلة جدا، لكن واحد من هاي التعريفات المهمة جداً إنه إحنا باختصار عنا كمية معلومات ضخمة جداً ملهاش أي معنى مفيد، عم نعملها processing ومنطلع لها معنى مفيد، وبهاي الطريق عم بنحاول نطلع system على الكمبيوتر أو غيره بيشبه الذكاء الإنساني. يعني إحنا عنا القدرة هلأ إن إحنا نفهم الذكاء الإنساني ونحاول نقلده. عندنا أدمغة بتدرس الدماغ نفسه وبتحاول تطلع سيستم كامل بيشبهه وبيتصرف زيه، وهذا جزء مهم جدا من الـ AI. Next. ظاهرة جدا مهمة في الـ AI بنسميها The AI Effect. الـ AI Effect اللي هي إنه كل ما يمشي وقت اللي كان ذكاء اصطناعي ببطل ذكاء اصطناعي. يعني قبل 200 سنة كانت الآلة الحاسبة إشي معقد جدا، لما اكتشفنا الآلة الحاسبة كنا نعتبرها ذكاء اصطناعي، لكن هلا اليوم ما بنعتبرها ذكاء اصطناعي، أي آلة بتقدر تعملها. بأول فوز بالشطرنج، أول آلة فازت على لاعب شطرنج كانت واو ثورة حاليا، وكنا نعتبرها وقتها ذكاء اصطناعي كتير ضخم، لكن اليوم ما بنعتبرها ذكاء اصطناعي، صار إشي أي آلة بتقدر تعمله، وهكذا. وهي الظاهرة لازم نفهمها كتير منيح عشان نعرف شو هو الذكاء الاصطناعي وشو هو أبعاده. الذكاء الاصطناعي مش حقل واحد يلا نروح ندرسه وخلص، لا، الذكاء الاصطناعي بدخل بكل ميادين حياتنا. الذكاء الاصطناعي علم بلم كتير ناس مع بعض، مش بس واحد متخصص فيه وخلص، بلم ناس من السايكولوجي أو علم النفس، بلم ناس من علم الدماغ والأعصاب النيورو ساينتست، بلم ناس علماء حاسوب، بلم ناس من الرياضيات، بلم ناس من البيولوجي واللي بدرسوا الدماغ وغيره، وبيجتمعوا في مكان واحد وبيشتغلوا لنطلع بنظام ذكاء اصطناعي قوي جدا. بكفي نحكي عن التعريفات وهذا الحكي، خلنا ندخل في الحكي الصح والجميل. نيكست. من أحد أهم، باختصار إحنا حكينا إنه الذكاء الاصطناعي أحد أهدافه إن إحنا نقلد الإنسان، ولما نقلد الإنسان ندرس كيف الإنسان بيشتغل أو كيف دماغ الإنسان بيشتغل، ولما درسنا طلعنا بهاي الأهداف الحالية للذكاء الاصطناعي. أول هدف بهمني أنا جداً إني أعمل reasoning أو إدراك وتحليل زي الدماغ، بده يعرف هلا هذا الجهاز اللي أنا عم بصنعه وهذا الروبوت اللي أنا عم بصنعه كيف يحلل المعلومات، عم تدخل عليه كتير inputs، عم تدخل عليه كتير مدخلات، كيف بده يحللها ويطلع بمعنى معين. هاي عملية جداً مهمة. المعنى من أهم الأهداف اللي بتهمني هي knowledge representation. knowledge representation إنه كيف أنا راح أعرض هاي المعلومات، هاي المعلومات عم تدخل كتير وملخبطة وهكذا، كيف ترتيبها، كيف بدي أعرضها لهدول الناس، كيف بدي أجمعها مع بعض وغيره. كمان أوكي. شغلة الثالثة مهمة جدا إن أنا أصنعها في هاي الروبوتس أو في artificial intelligence systems هي القدرة على التخطيط، البلانينج، إنه هذا الروبوت بدي يعرف والله إنه تخيلًا ما نقدر نخترع روبوت، وهذا لسه في السنين القادمة عم نشتغل عليه، أقول له أنا قاعد في دار رعاية مثلاً، الناس ما تقدرش تتحرك، تجيب هذا الروبوت، يعني تحكي له روح جيب لي كاسة حليب من التلاجة، هذا الروبوت راح يروح على التلاجة، يفتح التلاجة، يطلع لتر حليب، يدير في كاسة، يرجع لتر الحليب اللي هو إشي تقيل في مكانه بدون ما يكب إشي، يمسك هاي الكاسة، يروح على هذا الشخص يعطي الكاسة. هاي الوظيفة إحنا بنعملها كل يوم بشكل كتير بسيط، لكن هي إشي جداً معقد إني أنا أقدر أفهمه لآلة أو لا ماشين. نايس. وهذا من أحد أهم الأهداف اللي بنحط فيها ريسيرش هلا. مهم جداً الهدف هو learning. أكتر استثمارات بتنكب في البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي في learning. بنحاول نصنع إشي بنسميه machine learning. وهذا إشي كتير مهم. أنا معقول كل مرة بدي أعمل وظيفة بدي أضل أعطي الروبوت information؟ No. أنا I want this machine إنها تتعلم بنفسها. بديها أول مرة تخطأ وتاني مرة تخطأ وتالت مرة
تخطأ. المرة العشرين رح تجاوب صح، المرة المية رح تجاوب بدقة كتير عالية، المرة الألف يمكن تجاوب أحسن مني ومنك. هذا الماشين ليرنينج من خلال ألغوريثمز معقدة جداً بتخليه يتعلم من أخطائه نفسه، وهون في أمثلة رح نيجي عليها كتير بتحكي لنا عن الليرنينج. نكست، كمان من أحد أهم الأشياء أيضاً الناتشرال لانجويج بروسيسينج. سواء مين بيعرف هون المترجم اللي على فيسبوك، هون لما أنت تكبس ترانسليت على فيسبوك بيطلع لك بكل أي لغة بدك إياها وبلغتك. هاي كل هذا كل ترانسليتر اللي على فيسبوك is an artificial intelligence system. And after you بعد ما تساعد أنت في الترجمات تاعته بآخر الشهر بحكي لك شكراً لأنك أنت ساعدت ترجماتك توصل لكمان مليون بني آدم. كل يوم أكثر من 50 مليون ترجمة بتوصل، كل هاد artificial intelligence systems. مين هون بيعرف صوفيا الروبوت هذا اللي أخذت الجنسية السعودية أخراً؟ هذا الإنسان لو تحكي هاي الإنسانة أو الروبوت سوري لو تحكي معها بأي لغة راح تقدر تفهمك. فالnatural language processing is very important لتقدر هاي الروبوت يسمع بأي لهجة ممكنة، لهجة إيطالية، لهجة إنجليزية، لهجة عربية، تحلل هاي المعلومات وتعطيك جواب. فالnatural language processing من أهم الأهداف حالياً في الذكاء الصناعي. Next. Okay. البرسبشن مهم جداً. البرسبشن أنا بدي أخلي هاي الآلة تدخل معطيات through sensors هدول تعوني لحتى تقدر تحلل هاي المعلومات. فالسنسرز مهمة جداً بالذكاء الاصطناعي، وبدخلت أنا مدخلات بتحرك للحركة والمانيبوليشن. هذا برضو جزء مهم جدا حاليا في الذكاء الاصطناعي وجزء كبير عم بنحطه. هل رح نشوف كيف روبوتس بنحاول فيها نقلد حركة الإنسان. Next. عظيم. جزئين مهمات برضو بحاول أعملهم، إني أحاول أخلي هذا الروبوت عنده ذكاء عاطفي واجتماعي. هاي صوفيا لو تحكي معها بتقول لك أنا بس أزعل بعطيك وجه زعلان، وبس أنبسط بعطيك وجه مبسوط، وبتعمل بوجهها زي هيك، وبس أعصب بعطيك أني أنا معصبة. هاي كل هالأشياء مش أنه أنا عمالي بدخل وببرمج هذا الروبوت يعمل زي هيك، نو. هاد بتعلم، هاي صوفيا عم تتعلم كل مرة، وهي اللي عمرها تقريباً وصل 10 أشهر ربما، وخلال هدول 10 أشهر اتعلمت لما تسمع هاي الجملة تعطيك هذا ردة الفعل هاي، وهذا كله مبرمج فيها من خلال السوشيال انتليجنس. نكست. آخر شغلة بتهمني إني أنا أحاول أحط في الروبوت كرياتيفيتي، أو يكون عنده نفسه قدرة على الإبداع والابتكار. أنا هلا بدي روبوتس هي اللي تألف وتصنع لي موسيقى زي طارق الجندي اللي كان معنا بشوي، تخيلوا، وتعزف لي على العود كمان إذا الروبوت إله إيد. تخيلوا وين إحنا عم نوصل هلا. نكست. عظيم. خلصنا إيش الأهداف وأخذنا الأشياء للدراسة، خلنا نحكي عن أشياء هلا موجودة في العالم. صحيح حكي عن إيش كيف الذكاء الاصطناعي رح يشكل مستقبلنا، لكن خلنا نحكي كيف الذكاء الاصطناعي هلا عم بشكل حاضرنا وليس مستقبلنا. خلنا نحكي عن نظرة سريعة على الهيستوري. نكست. عالسريع نمشي عليه. ألان كان مخترع الكمبيوتر، وهو من أهم اللي كان له مساهمات في الذكاء الاصطناعي، هو أول من طرح الأسئلة الكبيرة. تايم لاين للذكاء الاصطناعي، ومن أهم المحطات لما في عام 1997 لما ماشين اسمها ديب بلو غلبت غاري كاسباروف اللي هو بطل العالم في الشطرنج. وقتها كان أول مرة ماشين بتغلب على الإنسان في أفضل شطرنج في العالم في عام 1997 قبل 20 سنة. اليوم لاعبين الشطرنج الإنسان بتعلم كيف يلعب زي ماشين مشان يقدر يفوز بالبطولات، وكيف في دراسات كيف تنقل النظرة بين لعب شطرنج زمان وكيف اليوم عم بتحول من كثير كان في إبداع إنساني وهلأ كله زي الماشينز عم نلعب شطرنج. قديش عم بتغير حياتنا مشان اللاعبين يفوزوا ويصيروا أحسن وأحسن. وفي بس مش دائما كان الاستثمار في الاي اي موجود تاريخيا، لا دائما كان في التسعينات والثمانينات استثمار كبيره، بعدين اجت ركود بنسميها الاي اي وينتر، بعدين هلا عم برجع استثمارات ضخمه، وهلا راح نشوف كم الارقام.
Next. تمام. Applications بالذكاء الاصطناعي ضخمة جدا وموجودة اليوم وعم بنعيشها في كل يوم في حياتنا. بس تفتح موبايلك تروح تدور بدي أشتري والله عطر whatever تمام على جوجل. بتدور على جوجل على هذا العطر. تفتح فيسبوك على الجنب دعاية لهذا العطر نفسه خلال 30 ثانية. ليش؟ لأنه أنت كل نتورك ستاعتك مشبوكة مع بعض، وهلا صار موبايلك وكل الفيسبوك اللي أنت شابك عليه يعرف إيش عم بتدور على نتوركس تانية ويطلع لك إياها مباشرة عنده، لأنه بدي يعرض لك الأشياء اللي أنت مهتم فيها. إذا فجأة بتصير مهتم في الأحذية بتصير كل الدعايات على الفيسبوك أحذية، فجأة صرت مهتم بالبلاي ستيشن كل الدعايات عندك على الفيسبوك بلاي ستيشنز وأماكن بيع بلاي ستيشنز وسديات بلاي ستيشنز وهكذا. وهذا موجود في كل يوم حياتنا. لكن خلنا نتطلع على الأشياء اللي حقيقة بتأثر على حياتنا. Next. أول شغلة خلنا نشوف قديش استثمار في الذكاء الاصطناعي. الاستثمار في آخر 5 سنين بس في 2011 كان الاستثمار بالعالم بالسنة فقط 500 مليون. اليوم ب 2016 دراسة كان 5 بليون يعني 5 مليار يعني ضاعف 10 مرات خلال فقط 5 سنين. ولسه هذا زاد وازدياد لسه ما شرح نعرف شو راح يصير في السنة الجاي. ليش كل هذا الاشي بيصير؟ هلا راح نشوف ليش. على التطبيقات في الـ في الـ في الـ في القطاع الصحي نبلش. من اهم الناس المهتمين في التطبيقات في القطاع الصحي شركات كبيرة زي جوجل واي بي ام. وجوجل عندها شبكة سميها ديب اسمها ديب مايند هيلث. ديب مايند هيلث من جوجل بتآمن بأنه بأهمية الداتا تمام بعالم الصحة بتآمن بأهمية الداتا وبتقول لك أنا خلني أروح أجيب كل المعلومات اللي عندي في المستشفيات وأدخلها على ألغوريثمز وعلى كمبيوترز وخلي هاي الكمبيوترز تتعلم من تحليل هاي الداتا ونشوف. هذا الاشي عم بيساعدنا هلا كتير في تشخيص الأمراض، عم بيساعدنا في إيجاد علاجات جديدة، كله عم بيصير باسمات من جوجل شركات كبيرة. وديب مايند هيلث من أكبر الاستثمارات هلا في العالم في الديتا في عالم الصحة وكثير عم بتساعدنا في التشخيص وفي العلاج. من شركة تانية بتقول لك يا عم طبعا الشركات استثماراتها الحالية طبعا هاي معظم هاي الشركات في الثلاث سنين الماضيات ما كانت موجودة. تخيلوا. وهلا استثمارتها أقل واحدة عم بعرضها هون استثمارها 4.3 مليون. تخيلوا قديش العالم هلا عم بيستثمر في هاي في الذكاء الاصطناعي وقديش عم بغير حياتنا. هاي الشركة بتقول لك يا عمي أنت ليش توصل المستشفى أصلا؟ إحنا عم نشتغل على algorithms إنه نحط بايو سنسرز جوا أجسامنا وغيره وقبل ما يصير عندك المرض أنا بكتشفه. أنا قبل ما يصير عندك سكري بشوف عم بيصير أنت عندك درجات مرتفعة من السكر في دمك فأنت عم بتصير pre-diabetic فأنا بشخصك قبل ما يصير عندك سكري وبتيجي عندي قبل ما يصير عندك المرض وبعالجك من قبل. كتير في تنبؤات هلا في العالم عم تحكي لك أنه مين هم يدرس طب. كتير في تنبؤات بتحكي بالعالم أنه كمان 30 سنة رح نبطل أصلا بحاجة إحنا لأطباء رح نصير بحاجة لمهندسين صحة. احنا بس صرنا نقدر نعرف نكشف المرض قبل هيك صرنا نقدر نشوف شو هو وشو بتحتاج علاج بالضبط. وهذا كله عم بيصير بسبب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي وغيره.